نحن رجعنا معكم بالقسم الثاني من حلقة اليوم، وضيفنا أنا أكيد بهم كتير ناس، إن كان من النساء أو من الرجال. ضيفنا لليوم هو حكيم التجميل هاني أبي غصن. هاي هاني. هاي. أول شيء تانكيو استقبلتنا عندك بالكلينيك. أهلا وسهلا، تانكيو لألك. تانكيو. هاني، أنت عايش بين لندن وبين لبنان، الكلينيك تبعك بين لندن وبين لبنان. صح. قديه بتحس حالك موجود أكتر وبترتاح أكتر بلندن ولا بلبنان؟ هلا إذا بنحكي من ناحية الشغل، أكيد الشغل بلندن أحلى بكتير وريوردينج أكتر، بس بنحكي كعيشة وكحياة، يعني أكيد ما في مثل لبنان. ما في مثل لبنان. طيب أنت كتجميل بتلاقي حالك أكتر بتجميل الشباب ولا النساء؟ هلا انا من اذا بدي خبرك، مثلا من اول ما بلشت شغل كان عنا تقريبا يمكن 10% او 15% من العالم اللي يجوا لعنا هن رجال. هلا صرنا تقريبا 45% ل 50% نسبه الرجال اللي بيجوا على عيادات التجميل. وانا احد اختصاصاتي هو الميل استاتيكس، يعني تجميل الاوجه الرجال. فمن هيك يمكن بيتردد لعندي اكثر رجال من غير اخصائيين. هاني، انت بتحب اكثر التجميل او بترتاح اكثر مع النساء ولا مع الرجال؟ هلا هو بالاساس اذا بنحكي كاخصائي تجميل بالمطلق، اكيد هو بيكون اكثر ملم بالشغل باوجه النساء، لانه من قبل كانوا اكثر النساء يترددوا لعيادات التجميل، والرجال كانوا يعملوا اشياء كثير بسيطه يعني بس لتحسين المظهر. هلا انا اول شيء احد اختصاصاتي هو الميل استاتيكس، يعني تجميل الرجال، وبعتبر انه لا ملم بالاثنين. يمكن هذا سبب من الاسباب بيتردد لعندي اكثر عدد رجال كهاني ابي غصن، ولكن بعتبر حالي انه ملم بالاثنين. هيدا هي الميل فيس سكولبتينج كنا عم نحكي عنه ولا غير شيء؟ صح مزبوط، هيدا احد البروسيدجرز اللي كثير هلا بوبولر عند الرجال، واللي هي تحديد الحنك واسفل الوجه بواسطه عده تقنيات حسب كل حاله. في نساء بيعملوها ولا مش هي محبذه اكثر للرجال؟ في نساء بيعملوها، ولكن اكيد التكنيك بتختلف، يعني النساء بيعملوا بس نوع من التحديد البسيط، ولكن عند الرجال في ناس بيلبق لا يكون عندهم اعراض، يكون الوجه اعراض او الحنك مبين اكثر بارز اكثر حسب كل وجه، ولكن بتنعمل كمان عند النساء اكيد. اوكي. انت ربحت بيست ميديكال براكتس بال 2018، ربحت بسبب هيدا الشيء ولا شيء ثاني ما خصوا فيه؟ كان احد البروسيدجرز يلي تقدمت للاورد هي الميل فيس سكالتينج، هو انطلب ينعمل ثلاثه بروسيدجرز مختلفين لكل العالم يلي تم تسميتهم، واحد البروسيدجر كانت مضبوط الميل فيس سكالتينج. مبروك. ثانك يو. مأخر بس مبروك. ايه ثانك يو. بنضل نستقبل تهاني. شو أكثر منطقة أنت شخصياً إذا بدك تحكي، شو أكثر منطقة بتحب تشتغل عليها بالتجميل؟ مش ضروري يعني أنت حيلا شيء. هلا أكيد في كثير بروسيدجرز حلوين، ولكن البروفايل بالانسينج هو أحد البروسيدجرز اللي كثير أنا بحسها تشالنجينج وبتحفزني إنه أشتغل أكثر، يعني كل شيء بيتعلق بالبالانس بين المنخار والشفاف والدقن والتشين يعني والجبهة، يعني هذا البروفايل بالانسينج بعتبره من أكثر البروسيدجرز اللي أنا بنبسط لما كنت عم بعملها. طب شو أكثر شيء دارج هلا؟ بعرف لأنه كل فترة بيدرج شيء، أوقات بوقف مثلا في فترة قطع الحنك كان دارج، في فترة قطعوا الشفاف، في كل فترة، شو هلا شو دارج أكثر شيء؟ هلا دارجين أكثر شيء الكات آيز بنسميهم، يعني رفع الحواجب بطريقة تصير مزبوط، تكون العين هيك مبين مدبوحة أكثر، كلهم لأنه بيستوحوا من السليبرتيز، بنشوف على السوشيال ميديا أنفورشنتلي في كثير فلترز وفي كثير قصص روتوشي، بس بنشوف مثلا السليبرتيز مثل بلا حديد ومثل الكارداشيانز كلهم هيك بيسحبوا عين ان كان بالخيط او بغير تقنيه، سو هلا كثير في طلب على هيدي البروسيدجرز، ولكن اكيد كل البقيه بعدهم كثير عليهم طلب كمان. بما انه عم نحكي عن هيدا الشيء، اذا اجى حدا لعندك مثلا وجيب لك صوره سيلبرتي وقال لك انا بدي اعمل هيك، وانت ملين ما رح تطلع حلوه، بتعملها ولا ما بتعملها؟ انا بس شوف صوره سيلبرتي مع حدا بضرب على راسي، يعني تنبلش من هون. لانه بيكونوا جايبين صوره مثلا عجبين شفاف هيدي الممثله او وات ايفر، بس انه يمكن شفاف الممثله هن زيتهم على وجهك يطلعوا ابدا مش لابقين، فايه هيدي مشكله لما بيصير فيها على ايدنتيفيكيشن على الببليك فيجرز. اوكي. طيب اذا اجى حدا لعندك عم بيعمل عمليه معينه وانت راضي تعمل هالعمليه، بس لقيت في شيء ثاني لازم ينعمل،
بتلفت النظر على هذا الموضوع ولا خلص احنا جايين كرمال منخار بنعمل منخار وخلص؟ لا بلفت النظر اكيد، لانه بالنهايه بالاول في اسسمنت بده ينعمل على كل شيء معقول هو يكون بلائم الشخص، بس اكيد القرار النهائي هو لهيدا الاشخاص. بس العكس هو بعد بيصير اكثر، يعني انا بجرب انهم ما يعملوا اشياء ما لازم تنعمل، فاوقات بيصير في نوع من الاصطدام يعني مع الـ البيشنت، لانه اوقات بيكونوا بدهم يروحوا شوي اوفر بورد وانا هذا الشيء بيزعجني، فهيدي فهابت بتصير اكثر من انه انا افرض او انه تو سجست تريتمنت زياده. شي مره خسرت زبون ورا هالشيء؟ ايه كثير خسرت اكيد. من يلي ما من يلي برفض اعمل لهم ايه اكيد ايه رفض، وبعدني بخسر، بس بكون مقتنع انه مش لازم نعمل هيدا العلاج. برافو، احسن احسن بركي ايه بركي، بس انه يا ريت بقدر اقنعهم على طول انه ما يعملوا، اوقات بيروحوا على غير مطرح وبيعملوا ويمكن هن يكونوا راضيين، بس انه انا ما كنت برضى انه اعطي هيك نتيجه. مين بتلاقي اهين، الاجانب ولا العرب؟ باثنين في هينين وفي صعبين. ما بقدر اقول لك، لانه حتى يعني بلندن في كثير ناس بيجوا لعندك عرب، يمكن هن عايشين هنيك، بس والعكس صحيح كمان، يعني وين ما كان في من كل الجنسيات وما فيك عن جد تجزم، لانه هو يعني هي شخصيه وكاركتر اكثر ما انه هي جنسيه. اذا هلا هيك بقول لك مثلا سمي لي وجه انت بتلاقيه بيرفكت بالنسبه لك، حدا ممثل او مغني او حاله شيء كان اجنبي او عربي، مين هيك اول شيء بيجي على راسك؟ مثال الجمال يعني بالنسبه لي مرأة او زلمه؟ فيك تنقي وحده بوحده؟ هلا للرجال انا بلاقي مارلون براندو، اوكي، وللنساء بلاقي شارليز تيرون، نايس، بريجيت باردو، كثير حلوه، هول العالم يلي بلاقيهم من الاجمل. انا شارليز تيرون بلاقيها روعه. صح مظبوط، يعني وجه وجسم كل شيء كل شيء. مثلا مونيكا بلوتشي كمان. صح كمان كثير هول انا مونيكا بلوتشي لانه شايفها لايف، سو بقدر اكد لك انه هي حدا كثير كثير جميل، وتقريبا ما عامله شيء. واو طيب هلا عم نسجل ولا كنا عم نسجل؟ فكرت انه عم ناكل. طيب قبل ما ننتقل على سؤالات بغير اطار، في عندك فيك تسمي لي هيك التريتمنتس اللي انت بتعملهم؟ التريتمنتس هلا اكيد غير الانجكتبلز اللي هن كثير كلاسيكال يلي هن البوتوكس والفيلرز، في بروسيجرز بنعملوا بواسطه الفيلرز او البوتوكس او الاثنين سوا، مثل الميل فيس سكالتينج، مثل البروفايل هارمونايزيشن يلي هي اكثر شيء بتتضمن النون سيرجيكال راينوبلاستي، يعني تظبيط الانف من دون عمليه، ان كان بشقل المنخار او بتجليس المنخار اتسترا. هيدي اخر فتره دارجه اكثر من كثير دارجه تجليس. كثير دارجه، لانه اول شيء النتيجه منا دايمه، وحتى بالمناخير اوقات في موضه، يعني في ناس بحبوا المنخار الرتوسي بعد فتره بيصيروا بحبوه دروا، سو بهيدي الطريقه بتقدر انت شوي تغير كمان بالملامح من دون ما تكون انت مع نتيجه دايمه مثل بالعمليه، والمشكله انه اذا العمليه ما زبطت رح تضل الشخص كل حياته بمنخار منه راضي عليه. كمان الخيوط هي تقنيه، هي احد اختصاصاتي، وهي تقنيه كثير هلا عندها رواج، يعني بنعمل ليفتنج من دون عمليه، ان كان للخدود لاسفل الوجه للرقبه للحواجب، وحتى بالجسم بينعمل للبطن للايدين للارداف الخيوط مشان ينعمل ليفتنج، حتى للصدر بيتعلى الصدر بالخيوط. سو هيدا احد البروسيجرز اللي هلا كثير عندها سكسس. واكيد القصص الكلاسيكال الثانيه، يعني ان كنا عم نحكي بيلينج او الميزوثيرابي او البي ار بي كرمال الشعر او الوجه او العيون، في كمان كل الكلاسيكال تريتمنتس. واو بيزي فيري بيزي. طيب دكتور هاني، وين بتحب السفر؟ قد ايه بتحب السفر؟ انا كثير بحب السفر، بس للاسف انه بسافر كثير للشغل، فمن هيك مش كتير عندي وقت انه سافر للبلاجر. هلا اكيد يعني مره بالسنه اكيد بتضل تزبط. بحب كتير المناطق اللي فيها بحر، يعني عم نحكي ان كان بسبين او عم نحكي او ساوث اوف فرانس الميديترانيان. كثير بحب ايطالي كمان، الايطاليان كوست. تخلط شي مره بين يعني بيكون عندك شغل بتروح شغل بترجع بتكفي فاكيشن؟ اكثريه الاوقات هيك بتكون،
يعني اذا في كونغري مثلا سنه الماضيه كان في كونغري ببرشلونه، رحت على الكونغري وكملت فاكيشن لانه برشلونه هي كمان خرج فاكيشن. سو معظم الاوقات بتسائب هيك، حتى لما اروح على امريكا بيكون في كونغرس او بدي اعطي تريننج، سو بكمل فاكيشن بنفس السفره اكيد براكتيكال اكثر. اخر بلد سافرت عليه شو كان؟ لوس انجلوس. لوس انجلوس. في شي بلد حابب تسافر عليه بقى ما سافرت عليه؟ اي مكسيك. مكسيك. وين بالمكسيك؟ في شي منطقه معينه؟ اول شي مكسيكو، وبعدين اكيد بحور مكسيكو يعني تولوم واتسترا، الكوست يعني كمان ما بعرفها ابدا. حلوه تولوم، انا رايح عليها. ايه ما عندي شك انه كثير حلوه، في كثير عندي اصحاب راحوا وهي اصلا كمان حتى ساوث امريكا كمان كثير بتجذبني، وبعد ما رحت ولا مره لاتين امريكا. من البلدان اللي زرتهم بتتذكرهم اي اكثر بلد تتذكروا ويمكن حابب ترجع تروح عليه؟ استراليا، سيدني، استراليا وسنغافور. اي اكثر؟ سنغافور اكثر، من احلى البلدان يلي زرتها. طيب انت عندك كلينك بلبنان وبلندن، بتفكر تفتح بعد شي كلينك ثالث بشي محل؟ يا ريت. وين؟ يعني في هاني واحد؟ لا يا ريت يعني، لا ما بفكر. لا بتصور انه بكف. طيب انت حدا اكتف على السوشيال ميديا، يعني اللي بيتابعك على انستغرام وهيك بشوف ان انت حدا اكتف، بتنزل بوست، عندك كثير فولورز، على طول بتعمل انتر اكشن مع العالم. قد ايه بتحس السوشيال ميديا هلا اثرت وساعدت البزنسز ان كان تجميل ولا غير اشياء؟ قد ايه بتحس انه عم بتساعدك لإلك؟ أكيد بتساعد كتير، يعني أنا بعتبرها تول كتير كتير مهم هلأ كرمال العالم يعرفوك. يعني هلأ صرنا باي ريفلكس، إذا بتسمع عن حدا لو شو ما كان الدومين دغري بتشوف على انستغرام شو البروفايل، what does this person do etc. so بعتبرها أنا كأنه سي في مفتوح، العالم بيفوتوا بيشوفوا شغلك، بيشوفوا حتى مش بس شغلك، بيشوفوا قصص يمكن عن your lifestyle، عن السفر اللي بتروحه، عن القصص اللي بتزورها، الاشياء اللي بتعملها، مش بس يعني الكلينيكال ورك. سو بعتبرها كثير مهمه، بعتبرها كثير مهمه. حلو هيك كيف قلت انه سي في ولا مره مفكر فيها، انه عن جد هي مثل السي في، الواحد بشوف كل شيء الشخص الثاني عم بيعمله. صح، يعني انا بعتبرها حتى اهم من الويب سايت. واذا بدي خبرك عن الترافيك، يعني when we compare traffic على our website وبين our social media، يعني social media is way beyond. هذا كنت بدي اسالك اياه، انه قد ايه في ناس من ورا السوشيال ميديا بيحكوك؟ يعني كثير، يعني في حدا بس مهتم يرد على الـ على الـ على المسجز على السوشيال ميديا، واغلبيه البوكينجز اللي بيجوا هن من سوشيال ميديا. هلا في اوقات بيكونوا ريفيرل والعالم بيفوتوا على الانستغرام اند ذي تشيك ذا ورك، وفي عالم بس ذي بامب انتو ذا بروفايل، وهيك بيصيروا بيشنتس. هلا انت اكتف اكثر شيء على شو؟ على انستا، على فيسبوك، على سناب شات، على تويتر؟ لا مينلي انستغرام فيسبوك، لا تيك توك ابدا وسناب شات ابدا. انستغرام فيسبوك ولينكدين. مع انه تيك توك فيك انه كحكيم فيك تعمل يمكن اشياء فيديوز تنزلها. ما عندي حتى تيك توك اكاونت لهلا، يعني ما كمان كله تايم كونسيومينج، سو كله بده وقت، ومشكلة اوقات بيكون ما عندك وقت. صح، هي مشكلة السوشيال ميديا، إذا ما عندك حدا يهتم فيها بتاخذ لك كثير من وقتك. هو في حدا بس إذا بدك تصور لتيك توك بدك تكون أنت افيلبل 100%. نحن قبل السؤال الأخير عم بتطلع، لأنه ليه عم بقول قبل الأخير؟ شي مرة صار معك هيك موقف بضحك، مثلا أنت عم تعمل شي انجكشن لحدا أو عم تعمل شي عملية أم شي، شي مرة صار معك هيك شي موقف بضحك بتتذكره؟ ايه مرة صار في موقف هيك مهضوم، كنت عم بعمل تريتمنت لزبونة، وواحدة من الاسيستنتس اسمها هاني. اوكي. اسمها هاني. سو كنت عم بطلب منها انه تساعدني، عم بقول لها ليتس جو هاني. بتقوم الزبونة بترد علي بتقول لي اوكي دارلينج. ففكرت انه عم بتغزل بزبونة. نايس. انت هل قد قريب من زبوناتك عادة بتعيط لهم هاني؟ معقول تعيط لهم هاني؟ هلا صراحة كانت أول مرة بتجي لعندي الزبونة، فما بعرف ليش هالقد حسيتني بدي يكون فاميليير. أنت فريندلي بعتقد كمان هيك. أي ثينك بركي لأني فريندلي، بس إنه ما بتخيل وحيد إلا رح أعيط لها هاني للزبونة، بس إنه هيك صار الموقف. طيب آخر سؤال لإلك، قد إيه عم بحضر حالي؟ هلا عم باخذ فري كونسلتيشن كرمال هيك منك. هلا انت مثلا بس تطلع فيه هيك لاول مره،
بتحس انه انا لازم اعمل شيء؟ ليك بدي اقول لك شغله. اولا الشخص يلي جاي يعمل الاستشاره بده يكون هو حاسس انه لازم يعمل شيء. هلا انا ولا مره عامل شيء ولا 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 مره. اوكي سو كرمال هيك مثلا عم فكر انه هلا انا حابب اعمل شغله بس بدي اشوف اذا انت رح تقول لي عنها ولا لا. اوكي ليك بدي اقول لك شيء. اذا انت بلشت توعى الصبح تطلع بمرايتك وحسيت انه في شيء بوجهك حابب تعدله هون بتعرف انه انت لازم تعمل شيء ما لازم حدا يقول لك. اوكي يعني بدك تكون انت مقتنع وانت في شيء زعجك لا انت تحس حالك احسن يعني ما تغير كلمه لحدا. شو دبلوماسي يعني ما ابدا حتى ما يقول انه ايه بدك هالشغله ابدا ابدا ابدا. انا بقول لكل الاشخاص أوكي. يعني ولا مره تعملوا شيء كلمه لحدا. صح هلا ايه مزبوط لازم اذا شيء بدك تعمله تعمله كرمال ايه الويلبينج ببلش منك انت. اذا انت ارتحت مع يور ايمج خلص نو ماتر العالم شو بيلاقوا. في ناس ما بيعملوا شيء بيصير عمرهم 80 وهن كثير سعيدين مزبوط. وفي ناس كل ما عملوا بدهم اكثر وبيشوهوا حالهم وهن مش سعيدين. هلا ذكرتني على سؤال ماني كاتبه وهلا فكرت فيه. بتلاقي الشخص وقت يعمل مثل اللي بيعمل تاتو بتلاقي بيعمل تاتو بيرجع بيعمل 2 و3 و4 فجاه بتصير صاروا مليانين تاتوز. بتحس اللي بيعمل عمليه تجميل بيصير عنده مثل نوع من الادكشن بيصير بده يعمل اكثر واكثر؟ مش كل العالم بس انه ايه في حالات ادمان اكيد وبنشوفها وين ما كان. والمشكل انه يعني هذا بنسميه نحن بالمديسن سايز بلايند سيندروم بيصير مش قاشعين ذا نيو سايز لحيالله شيء عم نعمل له بروسيجر. واوقات بتصيب كمان البراكتيشنر يعني بيصير اوقات اللي عم بيعالج واللي عم بيتعالج مش قاشعين كيف عم بيصير الشخص اوقات عم يفقد ملامحه الاساسيه. فاكيد في ادمان وهون هو الاخصائي هو اللي لازم يعرف وين يحط حدود. اوكي هاني ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو لك عزبناك معنا. اهلا وسهلا ابدا. اكيد نحن بنرجع بنشوفك. انا برجع بشوفك. اهلا وسهلا مشاهدينا حلقتنا لليوم خلصت. برجع انا بشوفكم بحلقه جديده جمعه الجاي من بلد جديد ومع ضيف جديد. باي باي. Hold the handrail. Mind your steps. Your attention, please.